شيخ هذا سائل يقول: في قول شيخ الإسلام رحمه الله اتفق الصحابة على قتلهم، هل يقصد بالاتفاق الإجماع؟ نعم، الاتفاق هو الإجماع، أجمعوا على قتله لما غلوا في علي وقالوا أنت الله، هذا أحد يبي يخالف في قتلهم، لكن طريقة القتل هي اللي اختلفوا فيها مع علي. علي حرقهم وهم يقولون لا، يقتلون بالسيف. نعم.